بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحية مشددة للمنابر الاعلامية فرنسا بريس وجريدة الناس صفتنا باش انه نعطيو هاد الاعتصامات حول هاد الفاجعة، يعني هاد الكارثة الطبيعية التي المت بالدوار ديال الزاوية. وهنا حنا كنتواجدين الان في هاد المنطقة ديال ديك الدار اللي شاهدها العالم، يعني قربت الان الى حدود الان باش تكون فيه مليون مشاهدة يعني في الانترنت. وهنا في تحسن هذيك الدار اللي كتشوفوا كتبان لنا يعني انه الدار هي كتشوفوا من المرافق ديال الدار بقاو يعني المعالم ديالها. وبالضبط الحمد لله انه كتسكن فيها واحد من العائله ديالنا، يعني انه الحمد لله تعتقات هي ولكن الدار راه وفي نفس الوقت كتشوفوا هنا جانبنا ديور اخرين. وهنا واحد الدار ديال واحد يعني شي ناس مساكن، يعني انا نقول لك يعني ضعفاء تعاونوا معاهم الناس حتى بناو هاد الدار، وبالجهودات ديالهم والمحسنين بناو هاد الدار حتى بناوها. اليوم راه ما بقاتش صالحه، انتم كتشوفوا الشق ديالها هي بنايه يعني غتكون من طبيعه العائله للسقوط، تخليها الواد من تحت للفوق، وكينزل الحوايج ديالهم كينزل الحوايج من الفوق لتحت بيديهم. ودابا راه بقاو مساكن بدون مأوى، راه غير صدفوهم الناس العائله ديال المنصوري جزاهم الله خيرا، صدفوهم الناس في اطار التكافل الاجتماعي والتعاون والتعاون. وهنا كذلك البنايات، وهنا واحد السيد حتى هو انه مسكين ضعيف الحال ميسور، كان يعني انه فقط المصدر الوحيد ديالو هنا، كان كيكري المساعده الاقتصاديه كيكري لا سونوريزاسيون هي باش كان كيعيش مسكين. راه مشى ليه كل شيء، ما بقى لا سونوريزاسيون لا حوايج ولا حتى حاجه، وبقى مسكين ومسكين شافه الله حتى انه مريض ما قدر حتى العمل. وهو دابا راه ما عنده حتى المأوى، راه ما عنده لا هاد الدار، عنده جوج دور وحده هنا وحده ولكن دور قديمه، راه بجوجهم راه مشاو ما بقى عندهم حتى حاجه.